لدى استقبال سموه للرئيس التنفيذي لشركة نقلات النفط الكويتية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة في ظل التراجع في أسعار النفط رغم شدتها، إلا أن خطط وبرامج التنمية في دول مجلس التعاون تواصل تقدمها بوتيرة متصاعدة في كافة المجالات، وذلك بفضل ما أرسته هذه الدول من قواعد اقتصادية قوية ومتينة ساعدتها في التعامل بمرونة مع مختلف المتغيرات. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الذي يزور مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات العاشر بتروتك 2016. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق علاقات التعاون الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين الدائم على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والبناء على ما يجمع بينهما من تعاون وتنسيق بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز من الروابط القوية التي تجمع بينهما. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تنمية التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجال صناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والاعتماد على أحدث التكنولوجيا في هذا القطاع من أجل تعزيز طاقتها الإنتاجية بما يسهم في الارتقاء باقتصاداتها ويحقق لها التنافسية في هذا المجال. من جانبه أعرب الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن خالص شكره وتقديره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما يرتقي بالعلاقات البحرينية الكويتية، مشيدا برؤى سموه السديدة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية والذي تعكس ما يتمتع به سموه من خبرة وحكمة في قراءة وتحليل مختلف التطورات، منوها بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت من تطور مستمر على كافة المستويات.